طيب في اوبريتر ما شفناه ذي الوان استريك اللي هو عمليه الضرب، مثلا نجي نقوم نقول الاي بتساوي لي الستة والبي بتساوي لي الخمسة، اجي اقوم اعرف متغير تاني اسمه سي، اقوم اقول له والله يا سي الاي استريك البي اللي هي الاي في البي، فحتكون تتخطى بالشكل ده. ناخد هذا كده شكل بتاع كومنت ما حيتنفذ في الكود، حتكون السي بتساوي لي الاي قيمتها 6 في البي اللي هي قيمتها 5، حتكون تجيني بالكم بال30. لو جينا طيب نطبع هنا ده السي حتجينا بكم بال30 كده. دي عملية الضرب، لكن لما تكون 2 استريك فبتعني لي الاس اللي هي حتضاعف لي قيمة بقيمة، وحنضرب القيمة في نفسها كم مرة. نشوف مثال، مثلا ال A بتساوي الاثنين، ال B بتساوي الخمسة، نجي نعرف متغير تاني ال C، نقوم نقول له بيساوي ال A أس ال B، أي اللي حتكون في الشكل ده، حتكون C بتساوي لي الاثنين أس الخمسة، أي إنها طيب بتساوي الاثنين مضروبة في نفسها أو مضاعفة 5 مرات، كأنه بالشكل ده 2 × 2 × 2 × 2 × 2 حجينا بكم 2 × 2 × 4، 4 × 2 × 8، 8 × 2 × 16، 16 × 2 × 32، الناتج حجينا مفروض 32. نجي نطبع السي نشوفها بكم، مفروض تكون 32، يعني التو استريك بيمثلوا لنا الأس والوان استريك بيعمل لنا عملية الضرب.